لو نمشي للحاسة نقول لهم انتم كلابطة كلبطوا انتم شبارقة بالقاسمو تو هاي الكلام اللي قلته هاي الكلام اللي قلته شوف اخوانكم العرب كيف حرفوه احد المحطات العربيه تقول اصدر اوامر للجيش والشرطه بالقضاء على المتمردين تصور شوف انا اقول كلام زي هذا انا طلبت من الجماهير تمشي تاخذ اولادها وتقبض على اللي غرروا باولادها لكن نهار تبدا ليبيا في خطر وحدتها الوطنيه في خطر وتبدا القاعده بالتمركز في ليبيا حتى مجلس الامن يدي باستخدام القوه توا عمليات قبض عاديه لكن توا تطلعوا من بيوتكم كلكم الرجال والنساء اللي معايا املوا المدن واملوا الواحات واملوا القرى وكذبوهم وخليه يتفرجوا عليكم باهي توا اعترفوا توا انهم متمردين قبل كانوا يقولوا متظاهرين فيه مظاهرات في ليبيا كلها مظاهرات تأييد باغي اللي اعترفوا انهم متمردين المطلوب تسليم الأسلحة فورا اللي روعت الناس بنغازي تحتضر تموت مرعوبة من الأسلحة اللي في يد الأطفال الصغار بتموت ما عادش عندهم مية ولا ماكلة ولا كهرباء ولا أي شيء أطلعوا بنغازي انقذوا انقذوا يا بنغازي انقذوا نفسكم وحرروا عبد الفتاح اللي حرركم حرر بنغازي معايا ليلة الثورة وخلى هو اللي تفاهموا انتم وياه وتديروا البلد لغايه ما يعود الامن للاصابه وتعود السلطه الشعبيه اعتبارا من بكره ممكن سيبدا تشكيل الشعبيات الجديده والبلديات الجديده والمؤتمرات الجديده واللجان الشعبيه الجديده من بكره تبدا وهو يساعدكم حرروه عيب عليكم عصابه انتم بنغازي معقوله تسليم الاسلحه فورا واعادتها للجهات اللي اخذوها منها والا حترعب البلاد وتسبب مجازر اطفال مهووسين سكرانين وعندهم سلاح ورشاشات تسليم الاسرى من الشرطه ومن الجيش اي حد قبضوا عليه يسلموه فورا والقبض على المشاغبين وتسليمهم للامن حتى يتم تربيتهم واعادتهم الى رشدهم ويمروا بفتره نقاهه حتى يبرموا الحبوب اللي لهم كم يوم ياخذوا فيها لانها مضره جدا هذه بالقلب إزالة كل المعوقات الحياة في الشوارع الدكاكين تفتح الدكاكين يجب تفتح الكوش تفتح المطارات تفتح المواني تفتح ما تخربوا بلادكم بلا مبرر ليش شنو السبب ما الذي دهاكم هذه عين كما يقولوا خلاص أمنت بالعين بلاد آمنة وتعينت تجد أرواحنا في أمان في رخاء وبترولنا وميتنا وسلام وهناء والدنيا تحترق حولنا نروح احنا نحرق بلادنا طبعا انا بقول لكم في النهايه لا يمكن لاحد عاقل يسمح ببلاده تتمزق او تصبح في يد قبضه من المجانين عفوا بلغوني ان الشعر اللي قلته عن الزنتان هذاك الوقت في انقطاع في الفني ما سمعوش وسامحوني بنعاوده مره ثانيه اذا كان الارسال توه ماشي كويس
قلت لكم ال قلت لكم واحد ورفلي عفوا شاب ورفلي غلط في واحد زنتاني، فزنتاني يزعل وحسب عليه ورفلة كلهم، وقال مش عاد نجيكم ومانيش عاد اصحاب ولا عاد نجي لي ابن وليد، وزعل وقالها في قصيده متاعت شعر. ردوا عليه ورفلة قالوا له غلطه غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني، يعني قالوا الشاب من الاعدادي مدرسة اعدادية ما يعرف التاريخ ولا يعرف معركة الكردون، زي ما قلت لاني تو هالشباب اللي تو موجودين ما يعرفوا اهلهم وجدودهم وما يعرف معركة الكردون وما يعرفوا المرحوم محمد الصغير العايب اللي كان يحل في المشاكل في زنتان وكنا نعتمدوا عليه. قالوا لي يا ودي ما تواخذنا، قصدي حتى احنا يجب ما نواخذ زنتان، يعني ما نواخذهم زنتان الابطال، لان قالوا لي يا ودي غلطة غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا انساني لا هيش مقصودة ولا غلطتنا، شباب طيش من وكالة البناني. قال هذا الشباب طايش من اللي ياكلوا في البناني بتاعين الموز. قال يا جماعة، قالوا يرى الشعر هذا جماعة في زنتان ما سمعوش، ارجو تعاودوا، هاني عاودت علشانهم. حتى تو الشباب اللي موجودين في زنتان هم من الشباب الطيش من. لكن جيبوهم لي، يا ريت تجيبوهم لي بس، كل الشباب هذول انا نبيهم، انا نبي الشباب الثاير، انا اللي سميته جيل الغضب. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيريه بتاعت دوله الجماهير علشان وحدين مقملين مسخين يتبعهم عملاء المخابرات الاجنبيه والدراوشه؟ من يصدق هذه؟ لا يمكن، مش ممكن شبابنا يقودهم واحد اخر. هم اذا كان ما تبعوش معمر القذافي بيتبعوا واحد مقمل بلحيته؟ مش ممكن. الشباب معنا احنا، هذول شبابنا، هذا جيل الغرب اللي انا ربيته. هم يهتفوا في كل مكان يقولوا نحن جيل بناء معمر واللي قاعدين يتدمر. اخيرا يا 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 ساده، ما لم تتحقق هذه الاشياء، تسليم الاسلحه، تسليم الاسرى، تسليم المشاغبين، القبض على اللي غرروا باولادنا، وازاله كل شيء، واعاده الحياه الطبيعيه للمواني والمطارات والطرق والمخابز والميه والتموين والمواصلات والاتصالات، وتعود الحياه هانيه والعائلات تقعد عايشه في امان، واطفالنا عايشين في امان، ويروحوا في الشارع وللمقهى وللملاهي وللمطاعم. ما لم يتحقق هذا ونرى ان وحده ليبيا تتعرض للخطر، او ان قوى معاديه للديمقراطيه معاديه للحريه بتشوه الاسلام القاعده بالذات، نراها اذا كان هذا نراه بتحقق سنحول دون تحقيقه. عندئذ نقول لكم سيعلن الزحف. اللي بيسلم نفسه نادم ومعترف بذنبه من اللي حركوا شبابنا، اما شبابنا سيندموا. شباب هذول ما خلهم يسلموا نفسهم وما عليهمش حنعالجوهم اول من الحبوب، لان صحتهم لي كم يومهم صحتهم يمشي جبنهم ونسمحوا لهم يعدي جبنهم. كان الرجال خايفين من العصابات، النسوان والبنات يعدن ياخذ خوتن وياخذ اولادهم ويجيبوهم للبيوت، ندربوهم نعلموهم احنا اهلهم، ناهلوهم للعمل الصالح والخدمه الصالحه، ويجيبوا دخل ويجيبوا رواتب ويامنوا البلاد.
معقول شبابنا يخربوا البلاد؟ ابدا، هذا مو شبابنا، هذا هم اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا، يعطينه حبوب راهو مش بارادتهم. الله اكبر. اذا لم يتحقق كل هذا، انا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. ايوه، وانا راه معمر القذافي قائد اممي، انا دافع عني الملايين، انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء، وسنزحف انا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدلسي والرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ انا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى، معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الامم الاخرى. انا نريد نوجه نداء الى كل ملايين الصحراء، من الصحراء الى الصحراء، حتزحف الملايين، الملايين تزحف وما يقدر حد يوقفها. بسرعة انقذوا نفسكم قبل لا نعطي اشارة الزحف المقدس. الليلة زحف سلمي، الليلة زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لانقاذ اطفالنا والقبض على اللي يغرروا باطفالنا. هذه الليلة تعملوها الليلة وبكرة تطلعوا للشوارع. اما بعدها اذا كان ما فيش هذا، فيه زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف من ياتي، وبعدها فيه زحف الأممي اللي أنا نقوده، لأن ليبيا تهم كل الأمم، ليبيا مثابة عالمية. أنا قاعد، أنا ما يكذبوش عليكم، أنا نمشي لفنزويلا والله، أنا يخلي جثمان الشهيد عبد السلام بو منيار أول شهيد سقط في الخمس عام 1911 ونعدي لفنزويلا والله، يكتب علي التاريخه، يخلي المجاهد محمد عبد السلام بو منيار في قبره في الهاني، والمجاهد الشيخ السعدي بو منيار قبره في منيدر والله، ونمشي. تصدقوا ها هو اول حاجه، هذه الكذبه بتاعهم، شفت مش امس قالوا لكم القذافي في فنزويلا وهني قاعد. هذه المحطات العربيه اكبر عدو مشمته فيكم، تبغيكم تدمروا النفط وتدمروا الحرية وتدمروا السلطة الشعبية وتدمروا ليبيا، وما عادش تبدأ ليبيا قلعة عالمية ومغتاظين منكم، عشان كذا يشوفوا فيكم. بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر. هذه آخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا، بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا، لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام، ثورة ثورة. هذا الدمار العظيم وفي يدنا يلمع الرعب، في يدنا في القلب غصن الوفاء النضير، صامدون هنا، صامدون هنا، صامدون هنا.